السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، نتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناة وصفات لينا. اليوم جبت لكم وصفة ولا أروع رائعة في المذاق، تيراميسو بدون بيض أو جبنة مسكربون بمكونات جد عادية وبسيطة وبديلة للكريمة اللي تتحضر للتيراميسو. هنعطيكم كريمة والسر ديالها اللي كيعطيها لذة. اتمنى تعجبكم هذه الوصفة وتروق لكم. بالنسبة للناس الجدد، ما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا لكم. شو نشوفوا المقادير والطريقة التحضير. عندي في المقادير علبه ديال بسكويت ديال تيراميسو الخاص اللي كنحضروا به تيراميسو، كيتباع في المحلات الكبرى. وهنا عندي علبتين ديال بيرلي وربعه ديال المثلثات ديال الجبن وثلاثه المعالق كبار ديال سكر حبيبات حتى الاربعه، من ثلاثة حتى الاربعة على حسب الطوق ديالكم. وهنا عندي جوج معالق كبار ديال الدقيق الابيض وجوج معالق كبار ديال النشا او مايزينا وجوج معالق صغار ديال قهوة سريعة الذوبان وفانيلا كيس واحد. شوف طريقة التحضير. غادي نوضع بيرلي ديالي. هاد بيرلي كتجي فيه تطلع فيه الكريمه مزيان، حيت المذاق ديالو كيجي مواتي مع الجبن. من الاحسن ديرو بيرلي احسن من اي ياغورت اخر، هادي كنصيحه باش تطلع لكم الكريمه مزيان. غادي نوضعوا المثلثات، تقدروا ديروا اي جبن كتحبوه، مربعات او مثلثات او اللي كيتباع في العلبه. المهم حنا درنا طريقة بديلة باش نحضروا الكريمة الخاصة ديال تيراميسو وتجي متقاربة مع الكريمة الحقيقية. كنخفقوا الكل بالطراب الكهربائي حتى كتولي لنا كريمة رطبة ومكيبقاوش لنا دوك الحبيبات ديال الجبن. وهذه هي الكريمه ديالنا، يعني باقي غنزيدوها مكونات اخرى. غادي نمشي نوجد القهوه. غادي نحتاج هنايا كاس ديال الماء ساخن جدا، يعني غليناه، وكنوضعوا فيه جوج معالق صغار ديال القهوه سريعه الذوبان. كنديروا الماء سخون باش تذوب لينا ديك القهوه ونحركوها مزيان. ومن بعد غادي نوضعوها شي اناء بحال هذا الاناء، هذا يكون واسع باش تتبرد لينا وتساعدنا ملي نحتاجوها. نلقاو الاناء يكون واسع. غادي نخليوها تبرد شويه. بالماء حضرنا الكريمه ديالنا. غادي ناخذ كاسرون وغادي نوضع فيه نصف لتر ديال الحليب وغادي نوضع المكونات اللي ذكرت لكم من قبل، النشا مع الدقيق السكر وفانيلا. وضعت جميع المكونات كلها من الاول وغادي نخلطها قبل ما نشعل على النار. نخلطوا هاد المكونات مزيان باش ما تلصقش لينا في الكاسرول. ومن بعد غادي نشعلوا على النار. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا باقا ما شعلتش عليها، غير خلطت المكونات ودابا عاد غادي نشعل وغادي نقص على النار، تكون النار مهيلة او ناقصة
بحال هاد الدرجه هذه، وغادي نبقاو نحركو بلا ما نتوقفوا على التحريك باش ما تلصقش لينا. ودابا ها هي عقدات لينا الكريمه، ملي كيبقى يغلى الحليب صافي راها كتعقد، كتجينا بحال هذا القوام هذا كريميه. والصراحه كتجي رائعه هذه الكريمه هذه، استعملتها بزاف ديال الوصفات وسهله وبسيطه ما فيهاش مكونات كثار. من بعد ما حصلت على القوام غادي نطفي على النار وغادي نخليها تبرد مزيان، عاد غادي نخلطها مع الكريمه الاولى. من بعد ما بردت ليا غادي نخلطها مع الكريمه الاولى اللي حضرت، ومن بعد نعاود نخلطهم مزيان. تقدروا تخلطوها غير بيديكم، انا فضلت نستعمل خلاط الكهربائي باش تدمج مزيان. يعني انا استعملت اي واحد دقيقه، بقيت كنخلط هكا ماشي وقت كتير بزاف. من بعد ما خلطتها صافي غادي نجمعها هكا ونوريكم القوام كيفاش كتجي بحال هذا الشكل. هذا كتجي رائعه بزاف ولذيذه. ودابا غادي نوريكم الطريقه اللي غنستعملو، وهذا هو البسكويت ديالنا، بكيه او علبه كتعطينا هاد القياس هذا، وغير علبه وحده راه تكفيكم الا كان المول بحال هذا، يعني مول صغير ماشي كبير، متوسط ماشي صغير بزاف، كتكفي علبه. ولا كنتو غديروا مول كبير بزاف اي تحتاجوا غادي تحتاجوا علبتين. وهاد العلبه هذه ما كتباعش غاليه بزاف، يعني في المراكز التجاريه الكبرى كدير هذيك 9 دراهم حتى 12 درهم، المهم ما بقيتش عاقله على الثمن. هما راه فيهم انواع، وانا خديت هذه راه هي الرخيصه، خديتها واقيله 9 دراهم تطيلا شي حاجه. كنبقاو نغطسوهم هكا او نقعوهم في القهوه، اللي القهوه هي بارده ما تكونش سخونه باش البسكويت يبقى شاد راسو، وغطسوها مزيان بحال هكايا، حيت هاد البسكويت هذا كيبقى كيلبونج الا بقى ناشف ما تجيكمش مزيانه. مهم غطسوه بحال الطريقه من اللور ومن القدام. ومن بعد كنضيفو الكريمه ديالنا النص ديالها، كنسرحوه هكايا يكون متساوي. من بعد ما سرحناه مزيان غادي نديرو نفس الطريقه اللي درنا في الاول، غادي نقعو البسكويت بحال هذا الشكل هذا، وغادي نوضعوه من الفوق، ونبقاو غاديين على الطريقه حتى نساليو الكميه ديالنا. والبلايص اللي جاوكم ماشي القياس ديالهم تقدروا تقطعوهم بالسكين باش تحصلوا على القياس اللي بغيتو. وهذوك القطع اللي قطعتوهم غنحتفظوا بهم باش غادي نزيدوهم هكا من الفوق في الجناب. هما هادو القطع اللي شاطو ليا، وجاتني علبه كفاتني. وغادي نوضع عاوتاني الكريمه اللي بقات ليا، نوضعها كامله من الفوق. وهاد الطريقه ديال الكريمه اللي عطيتكم راها ناجحه 100%، صدقوني الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف بزاف. الصراحة روعة كتجي هاد الكريمة هادي، وكتجي مواتية مع هاد البسكوي، رائعة. وهذا هو الشكل ديالها ملي قدينا الكريمة كما الفوق. غادي ناخد كاسة زين، ناخد سكين وشوكة، وغادي ندير فوق منهم هاد
شوكولا بودر اي نوع تتبغيوه، تقدروا ديروا نسكوي اللي كيتباع في الساشيات مثلا، اي نوع كتبغيوه كتعطينا بحال هذا الشكل هذا، رائع الصراحه. ملي دخلتها الثلاجه راه هي هذاك الشوكولات كيفزك وما كيبقاش هكاك ناشف، كيولي هكايا شوكولا سائل هكا كريمي. وهذاك البيسكوي اللي شاط ليا دوك القطع الصغار فرتتهم هكا غير بيدي كيتفرتو، وكزينت بهم هكا كتزيين من الفوق هكا، درتهم في الجنيبات، عطاو منظر زوين الصراحه رائع. يعني علبه ديال البيسكوي كفاتنا كامله وما خلينا منها حتى شي حاجه، جات هي هذيك. وغادي نقطعو قطعه، هي من الاحسن تخليوها الا درتوها في الليل تخليوها حتى الغدا وتاكلوها، كتكون فزكات وشربت مزيان وكتجي رائعه في المذاق. انا راني قطعتها في ديك الوقيته اللي صايبتها، ما خليتهاش يعني تشرب ديك القهوه والكريمه، اما هي خليوها حتى الغد باش تجيكم بنينه بزاف. وهي كل ما بقات هكا كل ما زينت في المذاق كتجي مذاق هائل الصراحة، عجبني بزاف ونتمنى تجربوها وتردوا عليا. الى هنا ينتهي الفيديو، الى فيديو جديد في وصفة جديدة ان شاء الله، وبصحة وراحة، وشكرا لكم، الى اللقاء.